عشية دخول البلاد في عطلة عيدي الفطر والعمل، سجلت حركة سياسية لافتة انتخابيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أن الأبرز بقي على الجبهة الانتخابية استعدادا لليوم الكبير لوجستيا، فيما رصد تطور بارز في مجال ملف النزوح السوري، ما رفع الصوت الرسمي إزاء عدم القدرة على التحمل بعدما فاض كأس لبنان بممارسات النازحين على الصعيد الأمني. ومتابعة لموضوع الانتخابات ينضم إلينا الكاتب السياسي والوزير السابق الأستاذ سجعان أزي. أستاذ أزي، أهلا وسهلا بك. مساء الخير أستاذ. كيف تقرأ ما يجري من تحضيرات انتخابية معالي الوزير والكلام عن ضغوط بدأت تمارس هنا وهناك؟ يعني واضح أنه في حرارة لدى المرشحين أكثر من الحرارة لدى الناخبين. نعم. وهالحرارة لدى المرشحين تبرز من خلال فائض اللوائح في كل المناطق. وبحيث أصبح الترشح للانتخابات النيابية نوع من شاب واستحلى أو بنت واستحلت. وغابت عن المشهد الانتخابي الشخصيات التي يمكن أن يرتاح إليها الشعب. نعم. أو يثق بها ويرى فيها القدرة على مواكبة الأحداث الآتية وتأمين مصير لبنان. نعم. في كل الأحوال، أما وقد سيحصل الاستحقاق الانتخابي فلا بد للمواطنين من أن يشاركوا بكثافة ويختاروا الأفضل، والأفضل هنا هو المرشح الذي يقدم برنامجا للبنان الجديد يضمن سيادة لبنان واستقلاله وحياده ودولته وصيغة التعايش اللبناني التي ميزت لبنان، والبرنامج الذي ينص على ضرورة أن لا يبقى على أرض لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية. نعم. وأن يخرج لبنان من المحاور وخاصة من محور الممانعة، ويضع حدا لهيمنة حزب الله وإيران، ويضمن كذلك قيام لبنان جديد على أسس اقتصادية ليبرالية. وفي هذا الإطار ليس صحيحا أن لا حل إلا بقضم أموال المودعين، فهناك حلول أخرى هامة قدمها خبراء لبنانيون وأجانب من شأنها أن تضمن ودائع اللبنانيين في المصارف. من جهة أخرى لا بد من دعوة الناخبين. نعم. إلى التمييز بين من كان جيدا أثناء توليه المسؤولية وبين من كان سيئا، لأن شعار كلهم يعني كلهم يعني كلهم لم تثبت الأحداث أنه كان شعارا صحيحا. والأخطر من ذلك أن يبدو من خلال استطلاعات الرأي إذا لم يحصل إقبال كثيف على الانتخابات. نعم. كل يعني كل رح يرجعوا كل، ومن إذن الآن إذن المشاركة الكثيفة هي التي تؤدي إلى نوع من التغيير. عم بتقول نعم، إذا لم تحصل إذا لم يحصل إقبال كثيف على صناديق الاقتراع. نعم. يوم الانتخاب ليس من الضرورة أن تنتصر القوى التغييرية. وأعني بالقوى التغييرية الأحزاب السيادية والمجموعات الجديدة التي ترغب في خدمة. نعم. لبنان. نعم. معالي الوزير، ولكن هذا المنحى يعترضه. نعم. جو تهديدي في بعض المناطق ولا سيما في الجنوب والشمال. نعم. حيث رأينا ضغوطا منعت مرشحين من تقديم ترشيحاتهم. نعم. ولوائح من أن تتألف، ومرشحين آخرين. نعم. اضطروا للانسحاب من اللوائح التي تترأسها أو تضم. نعم. مرشحين للقوات اللبنانية في بعلبك الهرمل. نعم.
معالي الوزير، هذا بحد ذاته تزويد للانتخابات. نعم. وهذا يشكل مادة للطعن قبل حصول الانتخابات. معالي الوزير، بجانب آخر، إلى أي مدى برأيك عودة السفراء العرب وحركة السفير السعودي وليد البخاري داخليا أراحت الساحة الداخلية وقد تنعكس إيجابا على موضوع الاستحقاقات النيابية أو غيرها؟ أعتقد بأن عودة أي سفير عربي ولا سيما سفراء دول الخليج والسفير السعودي، هذه العودة تثير ارتياح لدى اللبنانيين، ليس من ناحية الاستحقاق الانتخابي فقط، إنما من ناحية عودة العرب إلى لبنان وعودة لبنان إلى العرب، لأن هذا هو انتماء لبنان وهذا هو محيط لبنان وهذه هي العلاقات التي ساهمت في صناعة ازدهار لبنان واستقراره واستقلاله. من هنا نحن سعداء بعودة السفير السعودي، ولكن ليست عودة السفير هي من ستغير النتائج، إنما ضمير اللبنانيين. صح. فيستطيع المرشح أو السفير أو الرئيس أو الوزير أو الحزب أن يعظ المواطنين ليلا نهارا، وإذا لم يجد الكلام الإيجابي والمنطقي ردودا إيجابية لدى المواطنين فعبث أن يحصل تغيير. نعم. ونحن نريد أن تكون انتخاباتنا النيابية حرة بمنأى عن أي تدخل. نعم. وهذا أمر ضروري. شكرا. وأعتقد نعم. بأن التطورات التي حصلت على الساحة السنية منذ حوالي سنة لم تكن مساعدة لإعطاء أرجحية مسبقة للقوى السيادية في الانتخابات. من هنا لا أعلم إلى أي مدى نستطيع أن نحقق في 3 أسابيع ما امتنعنا عن تحقيقه في 3 أعوام. نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي والوزير السابق الأستاذ سجعان قزي على هذه المداخلة.